وللحديث أكثر عن السخط الشعبي المتزايد على إثر فشل حكومة السودان في تنفيذ أي من وعودها ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد أصراف. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. حياك الله دكتور. دكتور، نحن نتحدث عن هذه الشخصيات الرئاسية التي تأتي دائما وتطلق وابلا من الوعود الحكومية، ولا أعرف هل هي تعلم أم لا تعلم أنها قد لا تستطيع الإيفاء بها، فلماذا هذه الشهية المفتوحة في إطلاق الوعود طالما أنهم لن يستطيعوا الوفاء بها؟ في البداية شكرا جزيلا أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم وللجمهور المشاهدين الأعزاء. الحقيقة للأسف الشديد يعني هؤلاء يعني تعودوا على أنه يستخدمون الأساليب التضليلية والاستعراضات والأكاذيب والوعود الزائفة لطمأنة الشارع وتخديره إلى حين يعني، لكن الحقيقة الآن هناك ردود فعل عكسية تظهر. يعني السوداني لم يبخل جهدا في الخروج يعني جولات استعراضية واضحة من مستشفى الكاظمية إلى البصرة إلى غيرها من المحافظات لدر الرماد في العيون ولطمأنة الناس وتهدئتهم بأنه الوعود ممكن تنفيذها، لكنه هيهات لأنه الأزمة شديدة خانقة الحقيقة. النظام ده يعيش أزمات كثيرة، ليس فقط في قضية توزيع الثروات والفائض الآن اللي موجود بالواردات، وإنما في الصراع على المغانم فيما بين أطراف العملية السياسية من جهة واللي قاموا بتشكيل الحكومة. الواضح أنه العمل الآن الحقيقة لم يعطي نتيجة منتظرة من قبلهم، لأنه اليوم بالذات يعني ثلاث محافظات اضرابات كبيرة جدا الآن في يعني أمام شركة نفط الشمال في كركوك، في ديالة معظم يعني أرجاء المحافظة كانت مضربة، في بغداد أمام وزارة المالية بالنسبة للعقود وال يعني المحاضرين المجانيين والبطالة والعاطلين على العمل الآن في ازدياد. نعم. والوعود الحقيقة لم تأتي بشيء جديد. نعم. وبطبيعة الحال دكتور، الجولات التي يقوم بها السوداني لن تستطيع أن تطعم خبزا أو تنشئ بنية تحتية أو توظف الناس، لذلك لا بد من البحث عن حلول واقعية ويعني قابلة للتطبيق كما تقولون دائما. نعم، هذه الحقيقة لا تأتي من هذه الطغمة الفاسدة، لأنه العمل الآن في العراق ليست المشكلة في الموارد المالية، المشكلة أبعد من هذه بكثير. أولا هي أزمة النظام السياسي، نظام المحاصصة المقيتة. اثنين، استشراء الفساد الآن يعني مافيات الفساد وهيمنة الميليشيات، أيضا سوء التخطيط والإدارة، هذه أيضا نقطة مهمة جدا، لا يمتلكون القدرة. يعني الخطط تأتي بآليات ومن أشخاص مختلفين مبدعين وطنيين، يعني هناك يجب أن يكون مشروع وطني حقيقي. هؤلاء، هذه الطغمة التي جاءت بها أمريكا وإيران منذ 2003 ولغاية الآن لا تمتلك مقومات النجاح، يعني عوامل التي ممكن أن فعلا ترسي أسس بناء مؤسسات دولة حديثة ناجحة، لا يمتلكونها بشكل واضح. يعني لذلك لجأوا إلى هذه الاستعراضات وقص الأشرطة وافتتاح بعض المؤسسات الصغيرة. يعني على ذكر دكتور تفشي الفساد كواحدة من أبرز وأخطر مشكلات العراق، هل لدى السودان باعتقادك خطة لمكافحة الفساد، وهل أعلن عنها أو من المفترض أن يعلن عنها؟ على الإطلاق لا يمكن أن يعلن عن شيء الآن له تأثير واضح، يعني له نتيجة مسبقا نعرفها أنه الشعب يطمئن إليه، وهي أنه يضرب حيتان الفساد، أن يلجأ إلى من تسبب في سرقة أموال الشعب العراقي. يعني أجيب لك مثال بسيط، منذ 2006 لغاية 2014 العراق خسر بحدود 350 مليار دولار، لم تعرف لغاية الآن أين ذهبت. العام الماضي فقط 40 مليار دولار، يعني الثروات العراق، موارد العراق اللي كان بإمكاننا أن نبني وطن جديد
بأسس جديدة، بمؤسسات جديدة، بمباني جديدة، يعني نتلافى أزمة السكن وأزمة الجفاف وأزمات كثيرة صناعية واجتماعية وخدمية لم يعرف لحد لغاية الآن أين ذهبت هذه الأموال. لذلك هو غير قادر على أن يفتح واحد من هذه الملفات، يفتحها على ماذا وعلى من؟ يفتحها على المالكي، ما هي فترة المالكي، يعني ولايتي المالكي شهدت يعني أكثر فترات بتاريخ العراق الحديث سرقة أموال وبعثرة أموال وتهريب أموال وغسيل أموال. إذن هو مقيد مكبل لا يستطيع. أيضا إيران دخلت على الخط بقوة وهي أيضا مستفيدة. أمريكا تعرف جيدا أنه أين ذهبت هذه الأموال، لأنه هي الأموال بالعملة الصعبة بالدولار، فهي الأرقام والتسلسلات معروفة والبنوك معروفة. لذلك كل الأطراف الإقليمية والدولية زائد الأطراف الطبقة السياسية الفاسدة مافيات الفساد مستفيدة من بقاء هذا الوضع على حالة. لذلك السوداني لا يستطيع فتح ولو حتى ملف واحد من هذه الملفات التي يعني بعثرت وسرقت وهربت أموال العراق. بعض المقربين منه يقولون بأن عدم إقرار الموازنة يشكل أزمة كبيرة للسوداني. لماذا لم تطرح حكومته إذن مسألة إقرار الموازنة إذا كان تأخيرها يؤثر على المشاريع بهذه الطريقة؟ هذا هو جزء من نظام الصراعات اللي موجودة على المغارم. يعني نظام المحاصصة أوجد أسس جذر هذه الحالة. لذلك الموازنة طالما موجودة فيها فقرات خلافية يختلفون عليها في التعيينات وفي المغارم وفي التوزيع، الميليشيات تريد تستفيد، مافيات الفساد تستفيد، إقليم كردستان شمال العراق يريد أن يعني يتجاوز الحصة اللي المقررة خلال الموازنات السابقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، حتى ولو أقرت الموازنة ماذا سيفعل السوداني بها؟ يعني صرف فقط؟ الموازنة يعني لا تتحمل أن تأخذ جانب استثماري، لا، ليس فيها إلا الجوانب التشغيلية والصرف لتغطية حاجات هذه الطغمة الفاسدة. لذلك إقرار الموازنة ليس حلاً، بل بالعكس يمكن أن يكون وبالاً على العراقيين، لأنه سوف تبعثر الأموال أيضاً من جديد بخطة ما يسموه قانون يعني الغذاء وغيرها. أنا أعتقد العملية هذه يعني سوف تفجر الوضع من جديد، لأنه الوعود التي يعني أطلقها في قضية التشغيل والدرجات الوظيفية وغيرها هذه لن تنفذ، وإذا نفذت فالبطالة المقنعة سوف تتضاعف ولا توجد استثمارات، لا توجد مشاريع كبيرة، لأنه لا تجرأ الشركات ورأس المال مثل ما نعرفه جبان. لا تدخل الشركات الكبرى لإعادة إعمار العراق، فيبقى التشغيل فقط في إطار المؤسسات الحكومية اللي هي تشهد الفضائيين والبطالة المقنعة. لا توجد عملية إعمار ومشاريع كبرى تشغل وقطاع خاص ممكن أن ينتعش في داخل العراق. شكرا لك دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي.